قال فاسجد واقترب. إذا أردت أن تكون قريبا من الله عليه الصلاة والسلام علمنا أن من ترك الصلاة يسأل عن الصلاة، وهذا يمكن للإنسان في بيته مع آل بيته وأبنائه وزوجته إذا رآهم لا يصلون، أن المؤمن من واجبه إذا كان له صديق أو قريب ينصحه ويحذره ويزجره، وإن اقتضى الأمر يوبخه على تركه للصلاة أو يهجره أياما قلائل من أجل أن يعيده إلى رشد. شعر إن الصلاة بها الصلاة عميقة، وبها يكون من الصلاة، من الصلاة، الصلاة هي النار المحرقة، هي قرة للعين جالبة الرضا، هي في الخطوب الحالكات ضياكة. وأساس دين الله سر طريقه وسبيل جنته وسر هناك. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين.